هلو هلو لي زاميك، السلام عليكم. جبغ تكونوا مزيان انا باحسن الاحوال. وانتم كتشوفوا هاد لا نوفا فيديو سو ماشين يوتيوب خوله تبي، مرحبا بكم الف مرحبا من جديد في هاد لا نوفا فيديو. دونك افون دو كومونسي نوبلي انكم تشتركوا في القناه، تضغط على ديك سبسكرايب، سبسكرايب يقولوا لنا اشتراك وما عرف شنو ديروه ياكو، وشعلوا جرس الحدا باش ان شاء الله يوصلكم اي جديد كنعملو، اي فيديو كنعملو، اي واحد لايك باش نشوف هادشي واش كيعجبكم ولا ما كيعجبكم، واش تنعجبكم ولا ما تنعجبكم. وانتم خليو ليا اللايك، اي هادشي اللي كنخليو لي شي كومونتير زوين الا عجبكم لا فيديو حتى الاخر، وقولوا لي رايكم ولا شي حاجه بغيتو نعملوها. والانستغرام دونك هادي ربع الحاجات اللي تقدروا ديروهم اللي خصكم ديروها. اليوم غناخذكم معايا فواحد لو فلوغ، فواحد الخريجه بحال هيدا. دونك كنتمنى تبقاو معايا حتى الاخر، دقه دقه باش تعرفونا فين غنمشيو. اصلا دابا الصباح بكري، كنظن دابا 10 باقي ما مكملاش وخارجين، وانا مبوقه لايك عيني الله فاتحين، ولكن مش مشكل، ليتس جو معانا باش تشوفوا شنو كاين. وما تنساو تشتركوا في القناه. يو 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 شويه شاه دابا مشبره كامله. مشبره كامله. المهم زعما لقيتونا وصلنا لواحد البليصه اللي ديجا جبناكم ليها، ولكن كان فيديو قديم، هذا فيديو جديد. ما عرفتي الجو رائع 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 صراحه، واخا شويه الصهد بزاف الشمس، ولكن ماشي مشكل، كيبان وجهي كبير، يمكن وجهي كبر ما عرفت. المهم بقاو معانا ان شاء الله يا ربي باش تشوفوا نهارنا كيفاش غايب. إيوا يا لي زعمي لقيتهم يجينا القهوة، معرفتش شنو كيسمو هاد الحافة، يمكن القهوة اللي حدا البحر، لا قهوة مرشان، مرشان وي صراحة شحال هادي ما جينا لها مرة، شحال ما جينا لها، ودابا قررنا لما لا، مالنا حنا زعما ما نستاهلوش، لا جينا واحد المرة بواحد، جينا وأنا عندي فيديو، تخرج فيا هاداك، جينا. ايوا ودابا جينا جبنا معنا حريشات من هذوك اللي وريتكم قبيله، ودابا كنتسناو القهوه والحليب ديالنا. صراحه هي ماشي فلوفات ديال شنو عتاكل، مشكل الملفات فيها في جلسه مزيونه الصراحه، بلاصه منعشه منعشه. المهم خليكم معايا، راه نهاري مازال طويل، مازال ما ساليتوش هنايا، وخليكم حتى الاخر ما يبي تلقاو شي مفاجاه شي حاجه تما. انا كنقولها لكم، ولا دز لكم شي شهر خليوه يدوز، ها العار ها العار، راه ما تشوفش شي حاجه اكسترا ودينا، خليوه يدوز وتشوفوا. ايوا ها حنا يا الشباب يا البنات، جبنا حريشتنا وجبنا حويليات حليويات ديال التمر، وماما خدات قهوه فقصوا الشباب صراحه مع اختك كتعجبها القهوه، فقصات اختك دابا
وانا طلبت اتاي. المهم فطوركم اش كنقولوا؟ فطوركم مبروك. صحة فطوركم. صحة فطوركم الخبز. دونك لي زعمي كتبنا له سالينا الفطور ودابا اختي الوالده كدي فيا نطيح ما فهمتش قسمناه واحد الشباب بحر سبحان الله كاع ما ضارب الهوا ما عرفتش مالو. المهم انا غنوريكم واحد شويه صراحه الله احسن حاجه تعملوها هي تخرجوا في الصباح. اصلا الصباح هو اللي كيكون فيه الهواء نقي وكيكون زعما فهمتوا كتخرج الدنيا عامره بزاف شجاعة مع لي التليفون فحال هكا فحال هكا فحال راه ما عرفت شحال كنشد من هنا. المهم كونسيغنو هاد السؤال دابا نجاوبكم عليه ان شاء الله في فيديو اخر. كتشوفوا الشمس يمكن فيا ولا ما عرفت شي حاجه. المهم انا نغطي الوالده سالينا الفطور درنا شفنا شويه البحر صراحه كتبان مرقله من الفوق خطيه سبحان الله تقرب عليها ما تعجبكش ما عرفتش اش هذا الشيء. دابا الوقت ما جالسين في الرياض نمشي واحد شويه نستنشق الهواء وان شاء الله نشوفوا فين غنمشيو في باقيه اليوم. كنا مبلانين واحد البلاصه مي ما عرفتش واش نقدروا نمشيو ولا ما نمشيوهاش. ايوا نتوما تبقاو معنا فين مشينا هو هذيك جلسنا في الدار هو هذاك مشينا هو هذاك. المهم هادشي اللي عطى مشينا فين مشينا تبقاو معنا. المهم لي زامي باش كنصايب لاصوص اول حاجه كنستعمل هاد لاصوص طاخ ديال اندالوس وكو ديال الكاري. صراحه الله هاد الكاري ماشي زوينه بزاف كاين اندالوس اباز ديال ما عرفتش صراحه ديالاش هادي ولكن صراحه احسن من هادي. هادي فيها مذاق شويه حار ونوريكم لا تيكستور ديالها. ايه ما تشكات هاود تنهبط الزلافه ونوريكم صراحة ماشي زوينة بزاف الكاري معجبنيش معرفت علاش. المهم شوية ديال المايونيز حنا كنستعملو اما كرافت كنا شرينا سطاغ وعرفتي حامضة حق الله لا حامضة معجبتناش وشوية كاتشوب الا بغيتو هذا استثنائي تقدرو تعملو تقدرو متعملو شي كتعملو ميلونج ديال شوية 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 انا نعملو معاكم دابا. هاد الزلافة هي اللي نعمل فيها لا بخوميغمون كنعملو هذا صافي طي هوت هوت هوت. حنا دابا غنعملو 4 طاكوسات باسكو مكيجيوش كبارين بزاف شفتو لا تيكستور ديالو صراحة ماشي مديدة بزاف تا كنعمل هاد الوعد كيبداو يقدادو. هادي كتحمقني دونك ضروري خصني نزولها هاد العيبة هادي وعاد كنعملها هكا
وهذه مايونيز كنعمل هكا معلقه بحال اللي كتشوفوا. ودابا كنخلطهم مزيان. وكنصحكم ما تزيدوش الحار باسكو ديجا هاد لاصوص اندالوس ديال الكاري كتكون شويه حاره، دونك بلاش عليكم الحار. هكا كتولي لي زامي اللون ديال الكاري. المهم انا صراحه ما ننصحكمش تشريو هادي ديال الاندالوس ديال الكاري، ولكن اللي كيعجبو هاد المذاق يشريها زعما حق كاينين محسن كيكون بحال هكا. دابا نخليوه على ما وجدنا لا داند ولي فخيت والبصله ونوريكم كيفاش كنعمرو. هذا هو طاكو الصراحه اللي كنستعملو، ماشي دائما هذا الكبير وكاين صغير. هذا صراحه كبير وبحق ما كنستعملوش هذا دائما، غير ما لقيناش وصافي اللي كنستعملو دابا. بحق حتى هذا زوين، هذا باقي فيه غير جوج باش نجبد اخر. المهم لي زامي ها هي الفريك ديالنا مصايبه، والبصله حتى هي راها مشحره مصايبه، لاصوص كما وريتكم قبيله مصايبه حتى هي، لي تاكوس ديالنا ها هما. باقي لنا دابا لا داند هو كي تصايب، وماما كتصايب واحد الخلطه انا نقول لكم شنو فيها، تسناو عليا باش تنكون كنعمر. زعما هذه هي الخلطه بحال اللي كتشوفوا هنايا. شنو فيها؟ فيها جوج فروماجات عاديين، فروماج لافاش كيغيو لاي نوع، وفيها هذا فروماج هذا المحكوك فروماج حمر، فيها شويه د مليحه صافي. واي فروماج قلت لكم ماما سوا جبلي سوا هذاك الكري عشنو سميتو شي حاجه بيديفي وما شنو، المهم اي فروماج عندكم عملوه، ولا كان موتزاريلا حتى هو باش ملي كيذوب كيولي يتجبد. وهذاك كريمه ديال قشده طاريه حتى هي تقدروا تعملوها معاها، صراحه كتجي مزونه في طاكوس بزاف احسن من الفروماج غير محكوك وصافي. المهم دابا غنابليكي هاد الكريمه هادي على كل طاكوسه، غنعملو غير شويه في كل وحده لايك ذيس. وغندهنوهم بحال هكا على كاع الطاكوسه كامله، طاكوسات اختي الطاكوسه اختي الطاكوسه اختي الطاكوسات هكا. المهم عاد تكون طاكوسه مجموعة زعما مدهونه كامله كوم سيلويسي. دابا نعملو هادي تقدروا تعملوا هذه اللعبه ديال هكا تخرج اي بطاطا تخرج من حالتها. باقي هنا عاد شويه دونك ندير هنايا ماشي مشكل. لقيت الفريك كتصايب وهذه حنايا غاديين فيها، وماما صايبت العصير ديالها بحال هكا. لي زامي كتكون دهنتهم كاملين كلشي معدل فيهم. دابا غنزيد شويه ديال البصله على كل واحد، كنحاول نعملها طويله بحال هكا باش كتاخد زعما لا فورم ديال طاكوس كامل. وكاين اللي ما كتعجبوش البصله ما كيعملهاش، انا شحال هذه كنت كنعملها خضره يعني ماشي مشحره، كنت كنعملها خضره ولكن كنت كتطلق لنا بزاف دونك قلبناها المشحره حسن، حيت في الفانيني كتبقى تطلق ديك الماء بزاف، هي دابا راه طالقه الماء طالقه الزيت. دونك بحال هكا شويه في كل بلاصه، نطولوها بحال هكا واحد شويه هكا، وحتى هادي بحال هكا كومسا. لي زامي كيبدا يقصح بشويه بشويه، شفتو دابا ولا راه قاصح على قبيله، كل ما كيبرد كل ما كيقصح. فوالا داند ديالنا وجد، دونك غنعمل كل واحد فوق منو شي شويه لايك ذيس واي.
كنعمل صراحه شويه كل واحد عاد من بعد كنبدا نزيد من كل واحد باش نديرو لي غاليتي حتى واحد ما يبقى ناقص يبقى فيه الحال تاكوسا صغير من تاكوسا نو ما عندناش هادشي حنا في عائلتنا ما كنغيروش عندنا العدل كندير لهم حتى العدل دونك يا هما اجي شوفوا واش عدلت بيناتهم شنو بالكم لي زاني معدوله عادله عادله معدوله كوم سا ايوا هكا صافي ساليت المقله نزولوها هنايا اي دابا غنعملو هاد الخلطه العجيبه ديالنا عندها فوق الدجاج اكزاكتومون الصراحه مازال خصات تيبس دونك خليها بلاتي ونعمل الخل دونك لي زامي غنكملو وغنعمل كل وحده شويه ديالها صراحه كيعطي للدكتور نتاكوس كثر من الفرماج عادي اللي عاد تركو صافي اش كتجي ديك التعليكة ما يكون سايف التعليكة دابا نعمل هاد شويه من بعد نزيدو فوق الفريت فاش يوجد هادشي اللي عطا الله دابا لقيتو كنعمر صراحه بديت نعمر عاد نسيت نصور لكم كندير لي فريت صراحه حنا ما كنعملوش لي فريت بزاف في الطاكوس كنحاولوا انه يكون خفيف الفريت ديالو واخا يبقى عندنا اللهم يبقى عندنا طبس في لي فريت ولا في وسط الطاكوس دوك هادشي اللي كاين راه ما درتش بزاف مبروك علينا هادي لي بدايه نازل من هذا صافي غير هكا هادو تكركبو ودابا غنعمل هاديك لاصوص اللي بقات لايك ذيس لايك ذيس بحال هكا و بحال هكا خلي والو لي زامي رزق الله ما يضيعش انتي تاتي لي زامي عرفتي صراحه خصكم تجربوا هاد الخلطه واعره واعره بزاف واعره بزاف شكون اللي بقى ناقص نديرو هنا وشويه هنا صافي بحال هكا غنكونو سالينا التعمار ودابا خصنا نشدوه ونديروه في البانيني المهم لي زامي ها التاكوس ديالنا وجد صراحه جا عامر معاه قرناه و هذا ديالي غنقلبتو ماشي مشكل ودابا غنصايب العصير ها هو كما قلت لكم جو دورانج بور وبصحه غداكم وغدانا يا لالا و سي تو باس بار لا عمل لايك ما تنساش لايك شو وريتك تاكوس كيفاش كيدير وريتك لي تخوك دير لايك اخويا ديري لايك اختي حي خرجوا ما عرفتي دابا واش راكم كتسمعوا باسكو صداع واحد شويه ماشي صداع الريح ما عرفتش واش كنتم كتسمعوا انا المهم طلعنا للسطح وطلعنا معانا قهوتنا اي واش شتي 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 المنظر الزوين خليكم تمتعوا لي بالمنظر و جو بونس با كتسمعوني حق الله جو بونس با و لايك هنا كيكون انتهى الفيديو ديالنا شكرا بزاف على انكم وصلتوا لهاد اللقطه و